حسام السلياس، انا مواطن تونسي ما نعرفكش شخصيا. الحاجه الوحيده اللي نعرفها عليك هو انه السيد رئيس الجمهوريه اختارك حسب مقتضيات فصل 89 من الدستور، لانه حسب تقديره انت الشخصيه الاقدر. سلياس، اليوم الكره عندك، واحنا واثقين وانك باش تكون عند كلمتك، واثقين وانك الشخصيه الاقدر. نعم، يجب ذلك الوقت أنه ما نحرقوش مستقبل بنائنا، لأنه استهلك مادة مخدرة. ما يلزم الضرب بيد قوية على كل المهربين والديلور.